إلى ستوكهولم إنه بعد الفرح والاحتفاء الكبير بالمايسترو علاء مجيد في الظهيرة، وتم تقليدها قلادة الإبداع من قبل أستاذ البزاز. طيور دجلة، الفرقة اللي زهت واللي تغنت بكل التراث العراقي الجميل واللي اشتغل عليها بجهود ايضا اخرى الاستاذ المايسترو علاء مجيد، احتفت بهذا التكريم على طريقتها، فاقاموا هناك حفل كبير، والجاليات العراقيه الموجوده هناك في السويد ايضا احتفت بهذا التكريم على طريقتها، والفنان الرائع مهند محسن المتواجد هناك حيا حفل حتى يوصل كلمته وحتى يعبر عن امتنانه الكبير لما انجزه علاء مجيد، وكلنا حقيقه نفتخر بانجازه وبمسيرته المشرفه في الحفاظ على التراث العراقي. وهناك في السويد اسس، احنا تكلمنا كثير عن فرقه طيور دجله وشفتوا الجمال، جمال هذه الفرقة واللي تقدمه وكيفية تقديم هذا التراث العراقي اللي هم مستمعين أجانب، فكيف وصلوا للأجانب وهم أيضا موضع احترام وتقدير من قبلهم. نذهب والتفاصيل في هذا التقرير. أتشرف بهذا التكريم. سعادتي كبيرة اليوم بهذا الحفل اللي تنظمه فرقة طيور دجلة بمناسبة منحي قلادة الإبداع اللي منحت لي من قبل الأستاذ الفاضل سعد البزاز، وأيضا سعادتي كبيرة باحتفاء الفنانين والمثقفين هنا في السويد ابتداء من اتحاد الجمعيات الإبداعية ومرورا بجمعية المصورين العراقيين في السويد وجمعية التشكيلين العراقيين في السويد بالإضافة إلى فرقة طيور دجلة. التكريم يعني بالنسبة لي شيء كبير، فهو أعتبره قلادة كبيرة ووسام كبير أعتز به في كل حياتي، وحقيقة ما تزال الكلمات ترن في أذني اللي وجهها في رسالة حضرة الأستاذ سعد البزاز عندما قال لي: أنت روح الأمة التي لن يقتلها الرصاص ولن تحرقها النيران. كلمات كبيرة ومعبرة، وإن شاء الله أعاهد الجميع بأني سأكون عند حسن الظن وسأقود الفرقة وأقود كل ما أستطيع أن أقوده في مجال المحافظة على هويتي الوطنية وتراثي الوطني إن شاء الله. تهنئة لفرقة طيور دجلة بهذا الإنجاز الكبير، ولما أقول كبير لأنه في تاريخ العراق إحنا حققنا شيء. طيور دجلة هي تمثل كل فئات الشعب العراقي، تمثل التراث العراقي، وإحنا الحقيقة جدا جدا فرحانين ومتونسين وممنونين من قناة الشرقية اللي تقدر هذا العمل وتقدر التراث العراقي والعمل الأصيل. فرحتنا كبيرة واستاذ علاء، وفخورين به جدا. اللي قدمه كمجهود كان مجهود جدا كبير. كنت حاليا أتكلم مع ناس
يعزفون في الأوركسترا السويدية. وتكلمنا انه احنا استاذ علاء وكنا نتناقش انه شلون يتم ارشفه بعض الاغاني اللي تقريبا اندثرت، ما ان اي ارشيف غنائي لبعض الفنانين وبعض الاغاني والتراث العراقي الموسيقي بالذات بدا في حاله اندثار، فاستاذ علاء بدا يمنحهم الحياه عن طريق طيور دجله، فاحنا اليوم فخورين به فرحانين به واحتفائنا جدا كبير، وان شاء الله نفرح أيضاً وباقي مبدعين بالأيام القادمة إن شاء الله. شكراً جزيلاً. Det är ju ifrån en tradition och en kultur som är i mig obekant. Utan det jag uppskattar det är att de är så envisa och vill framföra den. Och det blir ju så populärt. Jag har själv varit med på en av konserterna som var i Bergvallhallen då de hade gjort en konsert som var bland annat, vad heter det, nygjord musik för symfoniorkester och Tigris fåglar. Jättespännande möte emellan två kulturer verkligen. Den konstmusikaliska kulturen har ju sina regler och så kommer Tigris fåglar med sina idéer och sina regler och så blir det verkligen ett möte. علاء مجيد كاريزما عراقية تستحق التقدير، جمع طاقات طور التكوين وحولها إلى طاقات إبداعية من نساء عراقيات مبدعات. الآن هذا الحفل هن سيداته وهذا الحفل هن اللي قدمن به هذا العطاء. استطاع علاء مجيد أن يخلق أجواء عراقية يحملها من العراق إلى دبي ومن ثم إلى السويد ويوصلنا، يعطينا طاقة إبداعية شكلت في تكوين طيور دجلة. أستاذ علاء هو يمثل الفرقة، فإحنا كل يعني أنا عن نفسي أنا جدا فرحانة لأن هو يستحق هاي القلادة، يعني بصراحة قلادة الإبداع يستحقها وبجدارة، لأن هو إنسان مثابر ومحترم وانطى من فنه إلنا وانطى من خبرته إلنا، فوصل الفرقة إلى مستوى كلش راقي وحلو وجميل، يعني الناس بس تحب تسمع فرقة طيور دجلة والأغاني العراقية القديمة مالتنا. لا تغصبوني ما تمنعوني، لا لا شرقية هي سباقة لأن قناة كبيرة وقناة مهمة عربية وتخدم الفنان العراقي المثقف والمتعلم واللي يخدم الفن العراقي بهذا الوقت الصعب اللي يمر به كل المجالات تمر به في ظرف صعب مو بس الفن. نتمنى من كل الجهات الإعلامية أن تخدم الفن العراقي وهذا يعني جزء بسيط يقدمه للفن ككل. لا 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 ابعدوني.